انا كيف تعرف وين قال لي المعدل مثل الكوري ومحمد سالم ووالدتي قال هذا الدم تظهر قول سيدي العمر وعاد لي زمن انا الحمد لله في ذي المنابر لا ما يعرفني بعد الا مثلا انه ما قد تدخل ذي مواقع التواصل الاجتماعي ما لا الحمد لله كنت داخله فيهم كاملين ونتكلم فيهم ونتكلم على قضية والدي وقطعا عنها قضية عادلة و لهين نتكلم عن نفسي شوي نعرف عني عشت مثلا خلاقة في المخيم تربية فيه ولحقت فيه ذي القد الحمد لله امرأة اليوم عندي الحمد لله 47 سنة وبداية مرحلتي في والله باطل ذا اللي وخلق لي ما زلت صغيرة أنا والدتي الحمد لله ما زلت على قيد الحياة وتعرف تعرف أنا قاعد ماني ذي القصة قاعد ما نقدر نتكلم فيها الحقيقة المهم أنا والدتي الحمد لله هو على قيد الحياة وتعرف عني عند باش تحدث أنا نبحث عن والدي نسول عنه بعض المهم والدتي دايما نسولها عن والدي نسولها عنه يقر هي واني دايما خوفا على القضية وخوفا على ياسر منشي دائما تقول لي عنه شهيد وكذاش وكذاش وشذا كيف غير أنا من هوك ومن هوك نسمع عن كاتلة الجبهة ودائما نسولها نقول هو كاتلة الجبهة عليه أنا نقول هذا ما هو واضح لي مازال تعرف عني ما عند باش تحدث انا نسول عنه المهم عشت مراحل مثلا مراحل الطفولة كاملة في المخيم الحمد لله قريت وسافرت الحمد لله مرقت من المخيم سنة 2001 ومرقت منه قانطة ومزلت قانطة عن رابوني ما في حل شيت منه ما خال قايد ما يعرفني يعرف والدتي شيت منه ابراهيم قالي يعرفني محمد عبد العزيز يعرفني كريقا ويعرفني وللبهالي يعرفني كاملين يعرفوني وكاملين يعرفوا والدي ويعرفوا مجيه لكن هي مرة قضيتهم بين باط ومرفع ولاني وحدي كيف ياسر من الصحراويين وكيف ياسر من الموريتانيين المهم عني المخيم مرقت منه قاطع الأمل عن بعد قاع فم حد قاع له يجاوبك على الشي قاع يسوه هو شنو وكاملين كاملين كاملين نعرفوا قضية إدارات الرابوني ونعرفوا التسيير في الرابوني كيفتاش ساير المهم عني أنا بحثت عنه قالوا لي من البداية عنه شهيد وعنه ملف ومع ملف الشهداء مشيت بحثت عن ملف وما عنده ملف لا عنده رقم ولا عنده شي مجهول مصيرته وكاملين يقولوا هما اللي كاملين يستعذروا لك ان دخلك انه مثلا هذه حقبه من التاريخ وكذا شي ذا كيف المهم عني انا مرقت 2001 عاقب ياسر من السولان عنه وياسر من البحث وياسر من كذيبهم هم هذوك ياسر مش قيمت قصة صباني
وأول ما مشيت بيه في رأسي عني لو بدأ لي من عد الجمعية ولا نقبض محامي ولا نقبض حد دافع لي عن قضية والدي بيلي ما يقدي صح لعند الله أنا وهذا حق علي وأنا ماني مستراح نهائيا. قيمت شو رصباني واشتغلت ناس تعرفني الحمد لله ماني دارق على حد. اشتغلت وبطيت ذراعي وعدلت وقت وعدلت جمعية وشرعت في وزارة الداخلية وما أصلف مسائل كاملة بإذن الله وعدلت جمعية وداخلة في منظمات حقوقية كبيرة ونسافر ونقيس منابر الدولية ونحضر في التجمعات حقوق الإنسان وذا كامل دفاعا عن والدي ودفاعا عن الناس اللي انكسرت في مظلومة كاملة. هذه بعد قاع مثلا نبذة قصيرة عن حياتي أنا. أعرف أني عشت بلا والد، عشت مثلا ما عندي بوي، وعشت في ذاك المخيم غير حمد مولانا عند أمي ما قد قالني شي الحمد لله، عايشة معاها متمومكة معاها حمد مولانا قال باقي شي مكدر علي أني التركة يمشوا أباتهم ويجوا يجبروهم وذا كامل. والله المنها أبوه مات في ميدان، أنا أبوي ينقال لي كاتلت الجبهة ولا نعرف ذاك كاتلت عليه الجبهة شنو بكل وضوح، وذاك هو اللي باقي بقى فيه مثلا وصمة بقات فيه ماني قد ما قديت نمحيها من راسي توف. المهم عني مشيت وعدلت مثلا أموري كاملة الحمد لله، يسر لي مولانا كاملة فيها لأني والدي عنده شهادات الحمد لله، راجل قلبه مليان من القرآن، جايب بنية صافية، أهله معروفين أهل علم، هم مجمعين كامل الحمد لله، أهل الدين الحمد لله. ويسر لي مولانا بعد في مثلا الدفاع عنه، فتح لي مولانا أبواب العالم لين نلحق صوت الأقصى مدى القادة أنا نلحقوا لهنا نلحقوا يسوي اللي يكلفني. أضريك لي هنا بدأ في مثلا نبدأ عن حياته هو عن حياة والدي يرحمه إن شاء الله. المهم اسمحوا لي شوي. المهم حياته هو وراجل قانع عن التعريف، والدي عسكري كان في بير مقري، راجل من دياقب، وزمن الحرب حرب موريتانو والصحراء، واحد قبضوا الحال في بير مقري شاف ذاك اللي يعدل كامل لأهل الصحراء في بيرم غريب ولا عجبه. أبويا راجل دين وراجل حق، ما عجبه ذاك اللي يعدل للصحراويين ولا ما تمونك فيه ذاك، لأن أنا والدتي صحراوي. لا دار فيها واحدة من هنتين شاب والدتي وجابها للمخيم، عدلها أخلاقها وماشي مولي عن الظلم مثلا ما هو قابل ذاك الظلم وتوف. مقيم دارها فتاة عسكرية عليها دوست وفيها 7 مدافع وفيها 3 أسرى صحراويين طالصهم من موريتان، فيها عائلة صحراوية حوية من تحمام ولدها ديدة اللي قاعدين حالا الحمد لله، وجداتي وأخوتي اثنين كبار مني، الوالد قيم بيهم قيس بيهم المخيم على رأس 77 شهر 2 77 وأنا مكيفني داخل الكرش. لين جاو سبقوا في الناحية الثانية
استقبلهم للبخاري ومشى معهم واتسقيس الرابوني، استقبلوه في الرابوني بنور الخيام الخيل، استقبلوه وقاسوا السبيطيين قبضوا منه الوتس، داروا عليها كابي، قلعوا عنها دوست وداروا عليها كابي، وتوفوا وتم على الخيمة في السبيطيين 5 أيام والله 6، جاوا يدوروها عنهم لي سدروا في مؤسسات رابوني ذا كامل يعطوه شغلوته، ومشى معاهم جاوه جاه جات الوتة وات وهو مدير لها كابين ويسوق هالدو الحميم ومعاها الفريري، قيموا بيه ومن ذيك المشي مات لين عرفنا عنه أخبار، والله بعض الوالدة قالت عنها ما تجبرت عنه أخبار. هو ذاك الزمن المخيم، الناس كاملة تعرف المخيم، تعرف عن ما يقدر يجي يتكلم، خاثة باثة، ما معروف اللي في الجيش واللي في المدارس اللي يعني ما تعرف قاع هو شنو تخبيزه، بحثت عنه يوني قال ما جبرت جواب وتوف إلى أحداث 88، إلى أحداث 88 خلق ذاك اللي خلق طلست المحابيس كانت في الرشيد ما كان عالم بها حد، جبنا رجالة كانوا معاه، رجالة كانوا معاه قالوا عنه كان معاهم وكذاش حبوس معاه، وعنه كان فيها كانت فيه منطشات والله فيه مرض بعد ضيق تنفس والله شي، المهم قالوا عنه كان فيه ضيق تسمحوا لي انا راني حاله، كان فيه شي كي ضيق تنفس ولا منطشات ولا شي، قال عنهم شاوبي قايسين بيه تيبي والله ما نعرف ماشي بعد لهم اللي داوه، رجعت لرجع لهم نحن ما جانا والحبس ما مرق منه تيبي مو فيه، المهم ذاك الوقت بعد انا مثلا قامت مزيز متمونك تعرف والدتي دي عن نقيس الجزائر وعيت نجبر نطش والله شي شك عنه في الجزائر والله شك عنه في شم ذيك الدشور والله نبحث قاع عنه من زمن ما خالق وما وقع التواصل الاجتماعي لو خالق شي لا السولان هكو هكو، ودايما هي تقول لي واني تقول لي خلي ذا بينهم معمولان وخلي بينهم معمولان وكذا اشقرانا ما قديت هي واني مناضلة درجة عنها عاد سامحة هي في رأسها وسامحة بيان وسامحة بيه هو وفي كل حد، غير انا ما ذاك ما قديت وتوه بي مثلا ذا اللي جبرت الناس عنه وجبرت الناس اللي كانت معاه ذا أثر علي ذاك حتى، المهم عني بحثت عنه ياسم البحث منين فتحت لي مواقع التواصل الاجتماعي، تميت مرة قيلة شهد لله ورقاج اللي تكلم معي راهو في الجروب بضريك بيعودي الصنت قريب لي إلين مشالي ما ننسى نهار مقيلة ونهار حامي وصايم، إلين مشالي كلام مصطفى ذاك ولا طاهر طراسيم، أنا ذي المنابر ما نعرف ولاني داخلة ماني قاعد داخلة في شمي ذا خروج، سميتين مشى لي كلام المصطفى والطاهر واحد من قالوا تراسيم كان من محابيس كان أصلا ميكانيكو في
أظن مشى لي كلامه وهو يتكلم عن الوالد عن الكوري. جيت قايلة له يعطيني رقمه وذا ويعطيني الناس اللي يتكلم عندهم وذا ذا الرجال ذا الراجل يتكلم في قناة الغربية ذيك الساعة لها الطفل ذاك اللي قالوا باد. ودخلت على الراجل ذا وسولت ورد علي الأخبار كامل. قلت لهم عنهم يدخلوني في ذاك الجروب اللي فيه مثلا فيه ياسر الضحايا يتكلم. قلت لي تسولهم عن والدي ياسر منهم دخل لي الخاص رد لي أخبار. في هاي الحالة الحمد لله سهل لي أنا مولانا ياسم الأمور. مثلا تشكعني كان كنت مقمومة والله شفتح لي مولانا والله مولانا قال عني خاصي نعلم ذاك النهار باش مثلا نتحرك في قضية والله نتكلم عنه والله نعدلش. ومن ذاك النهار الحمد لله ريت ياسم للناس وتكلمت معاهم وذا كامل الناس اللي شاهد على الحبس وكان الشي كان معاه وشي قط جبر وشي فيهم عبد الله ذاك الحليم وفيهم عبد الله ولي الحاج. فيهم شيباني قال له ولي الكبش عقب قاع مسكين توفى. راجل ثاني قال له علي البحبين الرجال كانت معه مباشرة. توقبت من عندهم شهادات هما عندي عدلت ملف كبير وماشي فيه وله هو وحده عندي 134 ضحية من ذي ضحايا السجن الرشيد وماشي في ذي المسار. إن شاء الله هو اللي إن شاء الله ييسر لنا أعطينا مولانا نجبر حقوقنا يرحمهم هم ويوسع عليهم. رفعنا نظلمنا وظلمهم ونظلمنا نحن ظلمت أنا وظلمت والد سباط اللي مسكتني أنا ذو من الزمن بها الثور وبها النضال وبها عقبت هي كتبوا عليها صوت الوطن قال عني أنا ملاب وقاع عنها هي ما نعرفهاش. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. المهم دركنا نقض قيس أخبار المصالحة أخبار كذيب. المهم في المؤتمر عند عنه التأسى لأدخال ولا الثامن قط جمعية من موريتان من الضحايا طرحوا مشكلتهم على الجبهة. وقال محمد عبد العزيز انه ذيك المشاكل كاملة حلها وانه كذاش وانه مكف بها محفوظة لبيبة وشي ذا كيف. خالق قاع مقطع له في تلفزة موريتانية يقول ذا النوع من الكلام. وقطعا عنا نحن ذي كذاك بعد ما فتنا رينا منوش كامل. وعاقب ذاك تمت الكذبة ماشي يوم الليلة سابق ذا المؤتمر اللي تالي مؤتمر 16 هذا شهر 10 مثلا في الذكرى ذكرى الوحدة الوطنية 12 اكتوبر عندنا مولي كلام إبراهيم قالي الأخبار دي المصالحة وجبر ضرر الضحايا وش من الروايات وجمع هو وش من الضحايا فهم وجاب حقوق الإنسان اللي في الجزائر مديرهم وجاب صاحب حقوق الإنسان اللي هو للحيسن اللي في الرابوني حصروا ذي كان مكهل كانوا يبطوا يامس في الرشيد قالوا عنهم ليه عدلوا مصالح وليه عدلوا جبر ضرر للضحايا وليه يقفلوا ذي الملف بقى إذا ما أخلق منه شي بعد. هذه شهر 10 تخوى 12 أكتوبر قطع لها تخطات في 2024 ما فات خلق شي. والضحايا رهم فهم في المخيم وذو اللي ما هم في المخيم ما فات الحقن الشي من ذي المصالحة ولا الشي من ذي جبر الضرر. وانا شخصيا جبر ضرري ما هو
ما يجيني من عند الجلاد. جبر الضرر قال تصعد واقفة لقضات واقفات واقفة لمنظمات حقوق الإنسان وواقفين لعائلات الضحايا، والله ناطق باسم الضحايا. ومعروف اللي يعدل فيها شنو، الضحايا مهم سياني، الضحايا فيها الفوت عام ومطلص، وفيها الفوت عامين ومطلص، وفيها الفوت 4 عمان وثمان عمان وعشر عمان، وفيها اللي نطلص مجنون، وفيها اللي نطلص طارش مثلا مريض ومات توفى على السبب ذاك، على سبب الحبس توفى على السبب ذيك ذاك ذاك الفوت في الحبس، حياته الفوت في الحبس. وفيها اللي توفى كيف والديانا من 77 إلى 88 هو تحت التعذيب ومات تحت سياط التعذيب. معناها أنه هون جبر الضرر ما هو اللي يقوم جلاد ويقولها في البوق وصوف ويقوم شي من الشي بيواني اللي ما تلقى عندهم الصحة حق من ما تلقى عندهم عمر باش قاع يقارعوهم هم في شي يسوى وشنه. أرحبتي بيكم وسهلة، إيش حالكم؟ اسمحوا لي أنا عايدة حالقة الزروقي ومعاها الحزن الصحق حق منين يخلطوا الأخبار يا أخي. مهم عنه نكمل كلامي في الأوديو على الأخبار دي المصالح وذا بعض اللي قالوا هو موتوا، لأن نحن بعد الضحايا ما فسنا جبرنا شي من ذاك. وأنا المصالحة بالنسبة لي وبالنسبة لي الضحايا اللي عندي أنا اللي متوقفة بأمورهم اللي هي شي أبات وكتل وشي أخوال وشي أعمام وشي قاع هو من نفسه، أنا بالنسبة لي جبر الضرر أول شي عندي ينعت لي قبر بويا مني. أنا بويا مسلم مولانا وأنا مسلمة، والنصارى واليهود وذوق على ما يعبدوا شي كلها يكرم موتاه. انا ابويا باغي نكرمه، باغي نعرف باللي قبر بويا. بويا راجل صدره مليان من القران، بويا راجل حق، بويا خلى من رواقي جلانا حق عليا. معناها اني حد له يجيني بذيك جبر الضرر يعني يلف في يوقيات والله يلف في شوي والله ذا، أنا ما ندور. أنا ندور هذه المدة اللي كتلت بوي تنعت لي منين هو أخبر بوي إلى عادوا كتلوهم وردموهم جماعي، ينعتونا منين ردموهم جماعي وليه ندور عليهم حوش كبير وليه نكتبوا عليه وليه نعود نصلوا عليهم وليه نعرفوا بلاد أباتنا وليه بعد ينزل عنا ذاك الحق. هذا بالنسبة لي أنا. وبالنسبة لياسر من الضحايا اللي مثلا توفوا أهلهم ولا توفوا أخوالهم وعمامهم وذفن يبحثوا عن رفات موتاهم، هذا الشرط الأول بالنسبة لي أنا وبالنسبة لياسر من الضحايا. خالق من الضحايا اللي فوت مثلا عمان في الحبس وينجبر له قبال الضرر ويعوض وينعرف له شيء غير مملي تعويض، وخاص يعود معروف له شيء يعود غير مسطرة قانونية، لأن هي دقيقة واحدة من حياة رجاج محبوس رواية ولا حرى رجاج ينحبس 8 عمان وعشر عمان واربع عمان وخمس عمان. معروف 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 جبر ضرره في المسطرة القانونية. هذا بالنسبة نحن الضحايا. ولا يعدلوا إبراهيم قالي والبشير والسيد يشربوا تايفتين دوف والله في الكتابة العامة يضحكوا كليه كرقدموا معدل الصديق، تعدلوا منظمات حقوقية وتعدلوا الدولة المضيفة اللي هي الجزائر وتحاسب هذو المعدلين ذي الجرائم يحاسبوا. ولهنهم تموا مديرين على هرم السلطة وهم هم المجرمين وهم هم القتال وهم هم سبت كل شيء. رحبتي بيك الحسين، شحالك ياك لباسك الخير؟ لسقول كلام محمد عبد العزيز هذا انا فت
ياسر من المنابر قطعا عني، فتعلقت على ذي همية تعليق عن ذا الراجل هذا كامل اللي قال ما في شي حقيقي، ما في شي حقيقي عندي عنهم في المؤتمر الثامن والله، هو خالق الثامن والله التاسع، واحد بعد من المؤتمرات الثامن والله في ذاك في ذيك الفترة، ما نعرف كانوا مؤتمر الثامن والله التاسع هما. مهم عدلوا لجنة عليها المحفوظ اللي بيب انهم يبر بها عدلوا رواية، ما وعدلت ذيك الرواية وعقب توفى المحفوظ اللي بيب ولا خلق شي من ذاك فاهم، وتوفي لذي 12 اكتوبر اللي سابق المؤتمر عدلوا ذيك الرواية، جاتهم حقوق الإنسان في الجزائر وقالت لهم عنهم ذا الملف يالت مشوفوا معاه، وتوه عدلوا ذيك المسرحية اللي رانا عندنا مالي صورتها الحمد لله عندنا فيديوها. مهم ذا كامل باقي الله كيف كاتب في الفيديو عنه بقلها حبر على ورق، وانا الله قال لي قد عدوا ما كتبوها في ورق قد عدوا اللي قالوها فم عند ذاك البو ومشات مع الرياح. نحن منين نعود اللي وعدلت لنا أمورنا ونحلت مشكلة الملف، مات لينا متكلمين، نحن مات لينا متكلمين مش مكلمنا، هو ما يقدر يجي يتكلم ما عنده الدليل وعنده الحجة، معنا أنها الجبهة لا تعدل الذات تقدم وتو حجته وتقدم دليله وتو، نحن ما نقع متكلمين يا قاري لين تعود تقول ذا النوع وتمرق به أنها برا عدلته وذا ما عد. هو قاع إبراهيم قالي في 2023 ذا هو يقول ذا الكلام كذب، قاع حتى كذب محمد عبد العزيز السابق ذا في الانتربيست المعدل في موريتان، معنى أن محمد عبد العزيز ذاك اللي قال في لقاء الصحفي في موريتان عنه ذاك الملف نحل كذبوا قاع إبراهيم قالي في 2023 سابق المؤتمر أنه اللي يحل ذا الملف، معناه أنهم هما لا يكذبوا تو كذبهم جاد عليهم، ولا الحمد لله هم اللي كلهم يعدلوا مسائل ما هي متناسقة ولا يصالح بهم الظلم، والظالم ما يعينوا مولانا ما يعينوا مولانا، وذا الشعب مسيكين قابضوا مولانا بذنوب هذا المجرمين الحاكمين فيه توه.